مرحبا، انا كوتش لينا، انا مدربه كيك بوكسينج، وهذا الفيديو للناس اللي بيسالوني عن لكمه الهوك وبالذات عن قوه لكمه الهوك. هلا زي ما انتم عارفين في نوعين من الهوك، وانا عملت عنهم فيديو بالسابق بيحكي عن الفروقات ما بين هدول اللكمتين، اللي هو الهوك اللي هاي اللي بيحكوا عنها امريكيه، والهوك اللي بتيجي بهذا الشكل بشكل عرضي اللي بيحكوا عنها الهوك الاوروبيه. وتقنيا طبعا التنتين صحيحات. انا راح احط لكم لينك الفيديو تحت للي بيحب يشوف تفاصيل هذا الفيديو. اما بالنسبه لقوه لكمه الهوك، هلا في كثير عوامل بتدخل في صحه هذه اللكمه، وكل ما كانت اللكمه اقرب للصحه كل ما كانت القوه اعلى. وانا بهذا الفيديو اليوم راح اخذ بس جزئيه واحده من العوامل اللي بتاثر على قوه الهوك، وراح احكي فقط عن الجزء العلوي من الجسم ونوع العضله اللي راح استخدمها لتنفيذ هذه اللكمه، لانه ميكانيكيا لما بدي العب هذه الهوك راح استخدم عضلات غير عن لما بدي العب هذه الهوك. فاذا بدي احكي عن الهوك اللي هي الاصبع الابهام بيكون باتجاه وجهي، هذه الهوك العضلات اللي بدي استخدمهم بشكل اكبر مع هذه اللكمه اللي هم عضلات الصدر، فضربتك هاي رح تيجي من التشست من هون، فاذا كانك عم تعمل هذه الحركه ضروري تدرب جسمك يعمل هذه الحركه تطلع معك الضربه من الصدر. طبعا في الضربتين الكوع لازم يكون مرفوع، فانا لما ارفع الكوع بدنا نحاول انه نجيب الضربه تكون قوتها من الصدر مش من الايد لحالها، لانه الايد لحالها دائما ضعيفه، لازم جسمك يدعم اللكمه تبعتك عشان تزيد قوتها ويزيد وزن ووقع اللكمه على الخصم. فانت بدك تثبت ايدك زي كانها بتصير شقفه واحده مع جسمك لحد هون تقريبا، وهذا من هون لعند اللكمه نفسها هدول بدهم يتحركوا مع بعض، وبس اوصل الهدف تبعي بدي اشد عضلة الصدر. ففي فرق بين لما أنا أعمل هيك وبين لما أعمل هيك بس الإيد لحالها. شوف الحركة من وين؟ الكتف قاعد عم تتحرك الإيد هيك. إحنا هاي بدنا نحاول إنه ما نعمل هالحركة، بدنا نحاول ناخدهم كلهم من هون لعند اللكمة شقفة واحدة كلهم، فأنت كتفك بده يطلع للأمام شوي. أما بالنسبة للكمة الثانية، هلأ أكيد بدخل فيها عضلة الصدر أكيد بلا شك، لكن راح يزيد عليها عضلة البايسب، يعني انت عضلة البايسب هون رح تستخدمها اللي هي بالهوك اللي اصبعك الابهام اتجاهه للاعلى. اوكي، برضو نفس الطريقة، انا ما بستخدم الايد لحالها بهذا الشكل، لازم برضو ادعمه بجسمي. هذا للناس اللي ما بيزبطوا هاي الضربة، حط ايدك على التارجت تبعك على الهدف، وبدي اياك تحرك جسمك away او بعيد عن الهدف بهذا الشكل لحد ما توصل للمرحلة اللي خلص انت ما بتقدر تعمل ستريتش اكثر من هيك، يعني كتفك وصل لمرحلته الاخيرة من الستريتش. لما توصل لهون للنهاية بدي اياك تجيب ايدك لعند وجهك كمان مرة، واحد تنين، واحد تنين. بدي اياك تحفظ هذا الشعور، لانه هذا الشعور هو اللي بده يدخل فيه اللكمة. طبعا انا مش اكيد لما بدي اجي اضرب حدا انا ما باجي بعمل هيك وبضرب هيك، لانه هذا مش صحيح. بدك تواجه الخصم وبدك تتحرك بكتفك أول وإيدك لساتها في الخلف، بعدين لما توصل على الهدف تبعك اللحظة اللي بتجيب فيها إيدك بتسكر البايسب هي لحظة الضرب. فالفكرة أنه بدك تنتبه أنه أنا ما بستخدم إيدي والتشست لساته هون موجود، جسمي هيك وبضرب بهذا الشكل، أنا بدي أبلش أحرك جسمي وبعدين بتيجي الضربة، بحرك وبعدين بتيجي الضربة. فحاول أول شيء اعمل دوران في جسمك بعدين بتيجي اللكمة تلحق، يعني الجسم أول بعدين اللكمة. طبعا بدك تكون منتبه أنه أنت مغطي وجهك. هي هاي يمكن تفصيلة صغيرة بموضوع الهوك. طبعا زي ما حكيت لكم بدخل كتير عوامل في قوة وسرعة الهوك، لكن الناس اللي ناقص عندهم هاي المعلومة ممكن يستفيدوا من هذا الفيديو. فإن شاء الله تكون أنت واحد من هدول الناس، وبشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.